أقوال وحكم ونصائح ستمنحك القوة وتحفزك للدراسة والمذاكرة وقوة الإرادة. استمع إلى هذا الفيديو جيداً. كلما شعرت بالضعف والكسل وضعف الإرادة، عليك أن تعيد تشغيل هذا الفيديو ليمنحك القوة، فإن الكلمة لها تأثير كبير في تقوية الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على قناتكم الحياة عجائب. في البداية لا تنسوا الإعجاب والاشتراك تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تعالى. لا شك أن أي إنسان تمر عليه لحظات يفقد فيها الأمل ويشعر فيها بالإحساس بالضياع والإحساس بالفشل، عليك أن تستمع إلى هذه النصائح وإلى هذه الحكم التي ستمنحك القوة. أولا، يجب عليك أن تدرك أن عقلك يخدعك. كيف ذلك؟ إن العقل يريد الراحة، لا يريد أن يفكر، لا يريد أن يجهد نفسه في المذاكرة والحفظ. فعقلك يريد منك أن ترتاح، يريد منك الكسل. عليك أن تدرك ذلك، إن عقلك يرغب في الراحة. والحكمة تقول: من أراد الراحة ترك الراحة. أردت أن تحقق حلمك، فيجب عليك أن تترك الراحة وأن تقوم وأن تذاكر بكل قوة وبكل همة لكي ترتاح في نهاية المطاف. الحكمة الثالثة: إن الأمل هو الحياة واليأس هو الموت. إياك أن تفقد الأمل، إياك أن تشعر بالضعف، إياك أن تقول: إن المادة صعبة علي، إنني لن أستطيع أن أحقق النجاح. إن العاقل هو الذي يجد لكل عقدة حلا، أو يحاول على أقل تقدير، ويقول عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجز، أي لا تقل أنا عاجز، لا تقل أنا ضعيف، لأن هذه الكلمة وهذه الأفكار السلبية تؤثر على نفسية الإنسان وتشعره بالكسل والضعف وتشعره بالإحساس بالفشل والضياع. عليك أن تنتبه جيداً لأفكارك ولما تقوله لنفسك، فإياك أن تحدث نفسك حديثاً سلبياً فتقول لنفسك: أنا لا أستطيع أن أحفظ، أنا غبي، أنا فاشل، أنا كذا، أنا كذا. إن ترديد مثل هذه الأفكار السلبية سيشعرك بالإحباط وسيحطم الروح المعنوية التي في داخلك. إن أقوى شيء في الإنسان هي الإرادة. يستطيع الإنسان أن يحطم الجبال العواتي إذا كانت عنده إرادة. عليك ألا تقارن نفسك بأحد أبدا من زملائك أو من الناس. تقول: إن هذا الطالب أذكى مني، هذا الطالب يستطيع أن يحفظ أكثر مني. إن هذه المقارنة دائما ستخرج أنت فيها خاسرا. إن العاقل هو الذي يجد لكل عقدة حلا، أو يحاول على أقل تقدير. هذا هو الحكيم الذي يجد لكل مشكلة حلا أو يحاول. عليك ألا تستسلم أبدا. إذا كنت في مشكلة فحاول أن تجد حلا لها. إذا كنت تعاني من ضعف الحفظ أو من صعوبة مادة معينة، عليك أن تبحث عن طريقة، ويجب عليك ألا تقف هكذا مكتوف الأيدي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن يتقوى يقويه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سأصبر حتى يمل الصبر من صبري، سأصبر حتى يعلم الصبر أني صابر على ما هو أمر من الصبر. سأصبر، سأصبر حتى يحكم الله في أمري. عليك أن تدرك أن معظم العباقرة ومعظم العلماء الذين أناروا الدنيا بعلمهم كانوا يعانون، وكان بعضهم مضطهداً، أو كان بعضهم يعاني من إعاقة، وكان بعضهم يعاني من الفقر. إلا أن هؤلاء جميعاً كانت تجمعهم صفة واحدة، ألا وهي قوة الإرادة وعدم الاستسلام. قد أناروا الدنيا وأناروا العالم كله بقوة إرادتهم وبأملهم وبعدم يأسهم. من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة.
ألا ترى أن الشمس كلما احترقت أشرقت؟ هكذا يجب أن تكون، يجب أن تكون بدايتك محرقة، يجب أن تكون قوي الهمة، واعلم أن القوة تكون في الداخل، إن القوة تبدأ من الداخل، من قوة الإرادة، من قوة الروح. وانظر إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كان في غزوة مؤتة وكان يملك الراية، كان يملك الراية بيمينه فقطعت يمينه فمسكها بيساره، فقطعت يساره فمسكها بعضدي. انظر، مع قوة الألم، إلا أنه كان قويا من الداخل، إلا أنه لم يشعر بألم جسده، إلا أن القوة قوة الروح، قوة الثقة، قوة الإرادة، قوة الإيمان. فالأمل هو الحياة، واليأس هو الموت. عليك أن تكون قويا، فالحياة تقتل الضعفاء. يجب عليك أن تتحدى الكتاب، أن تتحدى كل صعب، يجب عليك أن تفوز عليه، أن تحاول، أن تفهم، أن تحفظ، أن تقوم. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. عليك أن تدرك أننا في الحياة في منافسة، في مسابقة، أنت تتنافس مع أصدقائك، يجب عليك أن تكون قويا لكي تنتصر عليهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عليك أن تستيقظ مبكرا، وعليك أن تذاكر دروسك في الصباح الباكر حيث تكون الذاكرة نشيطة. إياك أن تصاحب أصدقاء الكسل والخمول وأصدقاء الأفكار السلبية المدمرة، إن مصاحبتك لهؤلاء الأصدقاء سيشعرك بالرضا عن نفسك، فهم لا يذاكرون، فكلما سألتهم عن حالهم يقولون لم نذاكر، فهذا يشعرك بالكسل ويشعرك بالراحة. إياك أن تماطل، إياك أن تقول سوف أذاكر، سوف أفعل. لا تجعل الدروس تتراكم عليك أبدا، خذ كل شيء أولا بأول. خذ العلم أخذا رقيقا تظفر به، يعني خذ العلم شيئا قليلا كل يوم، ولا تقل هذا اليوم سوف أنتهي من هذا الكتاب، سوف أنتهي من هذا الفصل. كلا، خذ العلم أخذا رقيقا تظفر به، يعني تفوز به. أما إذا دخلت مرة واحدة بهمة عالية تريد أن تنتهي من هذا الكتاب في هذا اليوم، فإنك ستشعر بالعجز والضياع. فخذ العلم أخذا رقيقا تظفر به. طالب أراد أن يحفظ الكتاب كله في يوم أو يومين، إن هذا الطالب سيشعر من نفسه بالعجز وسيشعر بالإحباط. يجب عليك أن تأخذ العلم أخذا رقيقا درجة درجة، ولا تتهور حتى لا تحبط. يتعرض الإنسان منا ويتعرض الطالب إلى أوقات يشعر فيها بضعف الذاكرة، ويشعر فيها بالملل، ويشعر فيها بالكسل. في هذه اللحظات عليك ألا تجلس على الكتاب، لأنك لو ظللت طول اليوم لن تستطيع أن تنتهي من درس واحد، حيث تشعر بالكسل والملل وتشعر بتبلد الذهن. وهناك أوقات أخرى تشعر فيها بالقوة، تشعر فيها بنشاط الذاكرة. عليك ألا تضيع هذه الأوقات أبدا، إنها منحة إلهية من الله، عليك ألا تضيعها، إنها نفحات، إنها أوقات القوة. عليك أن تستغل أوقات القوة، وعليك في أوقات الضعف وفي أوقات الكسل عليك أن تبتعد قليلا عن الكتاب، ثم عد إليه مرة أخرى بكل قوة وبكل همة عالية. وتذكر جيدا أن كلام الناس لم ولن يؤثر عليك إلا إذا صدقت أنت ذلك. لا تستمع لكلامهم، لا تستمع لأقوالهم السيئة، أنت لن تنجح، أنت غبي، أنت لا تستطيع. عليك أن تثبت لهم العكس، عليك أن تنتصر، إن النجاح هو أقوى انتصار. عليك أن تحقق هذا النجاح بكل قوة وبكل همة، عليك أن تحطم الجبال العواتي. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر. فلا شيء مستحيل، ولا شيء أقوى من إرادة الإنسان. عزيزي المشاهد، إذا شعرت بالضعف والكسل والإحساس بالعجز،
عليك أن تعيد تشغيل هذا الفيديو ليمنحك القوة. وفي نهاية هذا الفيديو نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بكل ما قدمناه لكم من نصائح وحكم، ولا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.